تحياتي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نقول لألام الرقبة باي باي بعمل اللزقة هذه اللي هي حتتكون؟ رجاء اسمعوني، هذا الخردل الأبيض ملعقتين من الخردل بنضيف إلى الخلاط هون. ممكن نحط الخردل الأسفل ونضيف كمان الخردل الأسود كويس كتير، معلقة معلقة منا، نحط كمان معلقة من الزعتر الزعتر الزعتر، وبدي أحط كمان أوراق الغار المجففة اللي بدي أطحنها شوية وأحطها مع المخلوط هذا اللي بدي أعمل منه كمادة أحطها على منطقة الرقبة لتخفيف ألم الرقبة. طبعا الزعتر مضيوف عليه كمان حبة السمسم وهذا بعطينا، وآخر شي بدي أحط كمان الملح الصخري، ملح الهيمالايا أو ملح البحر البيت أو أملاح تانية بحرية أو ملح الطعام إذا موجود عندكم، بحط كمان معلقة من هذا الملح. وهذا هو فقط المطحون هذا اللي بدي أحطه وأطحنه على طحانة القهوة بالطريقة هذه، فبدي إياكم تطحنوا سهل جدا. تنوصل لمسحوق ناعم زي مطحون، وتكون كل المواد الفعالة موجودة فيه. في هاي الحالة باخذ من المطحون هذا معلقة، شايفين كيف ريحته هيك بتشحي لحالها، معلقة واحدة، وبضيف عليه شوية خل الرمان بمقدار ملعقة خل الرمان، وبتضيف عليه بمقدار ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر، بخلطه بشكل جيد. بيطلع معي المسحوق هاد زي دهون أسود بالطريقة هاي، شكله هيك. هذا بيكون فيه لزوجة، بوضعه على الكمادة اللي هي لاصقة بالطريقة هذه، ممكن شراها من الصيدليات كمادة طبية. بشيل اللزقة عنها وبحط من المسحوق هاد بمقدار بسيط على اللزيكة هذه، فقط هذا المقدار، وبحاول أعمله بشكل دائري. هلا هذا المخلوط بتضعه على مكان الألم أسفل في الرقبة، وين في عندي أكثر شيء الألم، في هاي الحالة بحطه على الرقبة، هاي عندي الألم أنا في المنطقة هذه، بس بحطه بشكل سهل وبلزقه. هلا ما خلصنا، بعد ما وضعته بالطريقة هذه على الرقبة، في هاي الحالة أنا بدي أحط إيدي بالطريقة هذه وأعمل عدة تمارين لمدة 5 دقائق ل10 دقائق، وبعدين بشيلها عن الرقبة. إذا بدي أستخدمها وقت قبل ما أنام بستخدمها قبل ما أنام وبنام. هلا أعطيك مع التمارين هذه اللي بدنا نسويها، أول تمرين اللي هو هذا بنعيده 10-15 مرة، وإحنا حاطين المسحوق هذا على الرقبة. بنعمل التمرين هذا على اليمين، تعمل التمرين هذا على الشمال، على اليمين على الشمال، بنعمل التمرين هذا كمان 10 مرات 15 مرة. هذه طريقة فعالة جدا لتخفيف الآلام. هلا قبل ما نحط المسحوق هذا طبعا بنحط مياه مع الخل على بشكير، وبنفس البشكير بنعمل عملية فرق تنظيف تكشير للرقبة بالطريقة هذه. طبعا بنشيل اللزيك هذا، ممكن ينشال بسهولة لأنه يعني فيش مشكلة عندنا في إزالته، فعملية تجهيز المنطقة قبل وضعها مهم كتير، من المياه الساخنة والخل اللي نعمل عملية تقشير، وبعدها إذا بدنا
قبل ما نحط الكمادة هذه نفس الزيوت هذه بس وضعوا عليها على بشكير هيك مستعمل خصصوا واوضعوا شوي على البشكير هذا وبنفس الوقت بتحطوا البشكير مع الزيوت هذه وبتصيروا تعملوا عملية فرك حركات متتالية حركات للرقبة وانتو واضعين الزيوت هذه بدون ما تحركوا حركة على اليمين حركة على الشمال في البشكير حركة لورا بالطريقة هذه اللي يصير في حركة مع الحركة بتصير عملية امتصاص أكثر مع الحركة بتصير في عملية ليونة أكثر من الأعراض هذه اللي موجودة مع الحركة واستخدام المواد هذه بنخفف الألام بشكل كبير بنزيد الحركة بشكل كبير بنخفف الالتهابات بشكل كبير بنلين العضلات هذه اللي في أسفل العمود الرقبي بشكل كبير بنحافظ على عدم وجود احتقانات خصوصا في منطقة الأخدعين هذه في أسفل الجمجمة وإزالة الاحتقانات هذا وهذا في النهاية بيؤدي لها تخفيف من الألام مع التمارين هذه. شكرا لكم تحياتي لكم دكتور محمود الصوص علاج طبيعي وتأهيل.